درفور هغني، عشان درفور هغني ووحدة السودان. مالكمش دعوة بيها وكفاية أمريكان، مالكمش دعوة بيها وكفاية أمريكان، كفاية أمريكان. ما هو في سلام أفريقي موجود بقاله شهور 1706 عشان يدخلوا دارفور. دارفور أقليم كبير، دارفور أقليم كبير، خمس مساحة السودان، والظاهر إنه عاجب السادة الأمريكان. الظاهر إنه عاجب السادة الأمريكان، السادة الأمريكان. موضوع بسيط وعادي، ما بين رعاة وزراع، وتحل خلاص ما بينهم من غير قلق وصداع. اتحل خلاص ما بينهم من غير قلق وصداع، من غير قلق وصداع. مواضيع تتحل ودي من غير لمة وكراسي، عشان ليهم مصالح عملوا نزاع سياسي. عشان ليهم مصالح عملوا نزاع سياسي، عملوا نزاع سياسي. الناس بحالها فاكرة في أزمة في السودان، وده كله عشان يخشوا ويبقى ليهم مكان، وده كله عشان يخشوا ويبقى ليهم مكان، ويبقى ليهم مكان. الأمر في عيلة واحدة وبسيط من كل جانب، نتحل في قعدة ودي ما تكونش فيها أجانب. نتحل في قعدة ودي ما تكونش فيه أجانب، ما يكونش فيه أجانب. مشكورة مصر دايما ليها واقفة في كل أزمة، مش عايزة غريب ما بيننا ولا حد ملوش لازمة. مش عايزة غريب ما بيننا ولا حد ملوش لازمة، ولا حد ملوش لازمة. الوحدة في السودان والحب يهمنا، عشان ما فيش جبان يهدد أمننا. عشان ما فيش جبان يهدد أمننا، يهدد أمننا. الوطن العربي كله والناس في كل مكان عايزين يكون في وحدة ما بين شعب السودان. عايزين يكون في وحدة ما بين شعب السودان، ما بين شعب السودان. عشان السودان فيها خير مش خالصة منهم، عايزين يخشوا ياخدوا ويحطوا في كرشهم. عايزين يخشوا ياخدوا ويحطوا في كرشهم، ويحطوا في كرشهم. وطننا ناس مهدد من ابن اللي اسمه ايه، عايزيننا نمضي ونبصم ونتنازل عليه. ليه؟ عشان ايه؟ انا واحد من الافارقة، انا واحد من الافارقة، انا واحد من الافارقة، وعربي وابن مصر. سلامنا عاوز مشاركة عشان نعيش في مصر. سلامنا عاوز مشاركة عشان نعيش في مصر، عشان نعيش في مصر. عشان دارفور هغني ووحدة السودان، مالكمش دعوة بيها وكفاية أمريكان. ليه؟ عشان ايه؟ بس 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 خلاص 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 خلاص, خلاص.